الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، سائل يقول: ما حكم الدين في تجارة أو بيع السجائر؟ ده حرام يا أخوان، كل ما هو حرام في الشريعة لا يجوز المتاجرة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله إذا حرم أمرا فإنه يحرم ثمنه، فما بجوز للإنسان يا أخوانا يتاجر في السجائر والشيشة وغيرها من الأمور. ومن باب أولى أن لا تتاجر، أولى من ذلك ما تتاجر في الحجبات، يا أكعب من السجائر ذاته. فهمت؟ واحد تلقاه يقول لك سجائر، لا لا نحن ما بنضر المسلمين، وتلقاه فارش له حجبات، حجاب بتاع محبة، فهمت، وحجاب بتاع المرأة وكذا، ده كل يا أخواننا باطل، فهمت، وشرك بالله سبحانه وتعالى، فده أولى وآكد تحريما. طيب، ما حكم الدين في من يصلي خلف أخو مسلم؟ طبعا يا أخواننا الصلاة تكون خلف إنسان مستقيم في العقيدة وفي المنهج، يعني عقيدته تكون عقيدة في الله، ما يكون صوفي يدعو غير الله أو ينادي غير الله أو يعلق حجبات زي البيجاي ده المشغل له واحدة بريطانية، وده ماله يا القديمة ما عجبتك ولا شنو دار لك واحدة بريطانية، فهمت؟ فده ما بجوز الصلاة خلفه، لأنه ده بيجوز للناس الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والليلة لو جيت فتحت الكتب بتاعت الصوفية دي كلها، بتاع المكاشفية ولا بتاع البرع هناك ولا ديوان القصيد بتاع الطريقة المكاشفية، اللي بيجي يقول لك قولتياه قولتياه كالبرقلاح، أبويا الشيخ يغطي الكون بجناح، فهمت؟ يعني مما تقول يا أبوك الشيخ بيجي طائر طوالي. فإمام يعتقد مثل هذه العقائد ده لا يجوز الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يكون إماما أو مصليا، فهمت؟ ده يكشوا برا ويفتحوا فيه بلاغ بتاع ردة لغاية ما يتوب وينخلع ويترك ويكفر بما يفعل من الضلال والباطل. بعد ذلك ممكن يعني الناس تخليه يصلي ويخش المساجد، فهمت؟ وبعد ذلك ممكن لو حسنت توبته أن يصلي بالناس، فهمت؟ وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر. ما تتهاون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فإنت ما تعرض دينك وما تعرض صلاتك للضياع والتلف ولأن تكون فاسدة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تتحرى الصلاة خلف الإنسان صحيح العقيدة، وكذلك تتحرى الصلاة خلف الإنسان صحيح المنهج. لو في واحد بيطعن في الصحابة، فهمت، أو بيطعن في آل البيت أو غيرهم، ده برضو ما تصلي وراه. واحد يدعو إلى الخروج على الحكام، ما تصلي وراه، ما تصلي إلا خلف إنسان على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح. لكن إذا اضطررت، ممكن أنت تكون في حلة ما فيها إلا مسجد واحد ومتسلط عليه أخو مسلم كما سأل السائل، إذا كان هذا الأخ المسلم ما عنده عقيدة كفرية، فهمت، فده ما في إشكال أن يصلى خلفه، عرفت، للضرورة. وإذا وجدت مسجد آخر تمشي تصلي هناك، لكن إذا صليت وراه والصلاة بتكون صحيحة، لأن كل من صحت
صلاته لنفسه صحت صلاته لمنه؟ لغيره. لكن واحد يكون بيكتب حجبات زي حميدة وبيكتب بخران وعامل للناس سوق كبير جدا بتاع ضلال، فده ما بجوز الصلاة أصلا خلفه. طيب طيب شبهة يروج لها الصوفية، وانت ما عندك حاجة، الحمامات ذاتها كثير عليك، انت لسه جاياك وحدات تانيات. طيب قال شبهة يروج لها الصوفية، قال اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البنيان على القبر فكيف يدفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنه؟ طبعا دي من الشبه اللي بيروج لها حميدة وغيرهم من اهل البدع والضلال عشان يبني القبة بتاعت البرعي. اسمع كويس يا حميدة، عشان يبني القبة بتاعت البرعي يجي يقول لك يا الان يعني اخواننا في المسجد النبوي دفن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، انت دلوك ساي ما عارف حاجة يا حميدة، تظل راسك انضف من الواطة بتاعت الحمامات، تفاهم؟ فالكلام انه يا بريد يا حميدة انه النبي عليه الصلاة والسلام لما مات واختلف أصحابه رضي الله عنهم في أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، أشار بعض الصحابة إنه يدفنوا في البقيع مع أصحابه، وبعضهم قال ندفن في المسجد. فلما اختلفوا قال أبو بكر إذا دفناه، وبعضهم قال يدفن في الفضاء. الكلام ده كله نقل الشيخ الألباني في كتاب تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، فهمت؟ قال أبو بكر الصديق قال لهم ما يدفن مع ال 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 الفضاء، ما يدفن في الفضاء حتى لا يتخذ قبره وثنا. ده كلام أبو بكر الصديق، ده ما كلام الوهابية يا حميدة، يا راسك فاضي، ده راسك فاضي ساكت. ثلاثة آيات محافظة، شفت العمة الكبيرة دي؟ عمائم على بهائم، إما ما في حتة ما في إيش، فهمت؟ العمة دي لو كان ربطوا بها بهيمة كان أنفع للمسلمين. فبعد ذاك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت برا المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، وكان الحجرات بتاعت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قريبة من المسجد، فهمت؟ في الجهة التي على غير القبلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة أو كان انتهى من نصيحة للمسلمين أو أمر من أمور المسلمين دخل إلى بيوت أزواجه. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خليفته أبو بكر الصديق بيته مفتوحا على المسجد، لأنه إمام المسلمين الناس بتكون دارة تدخل عليه وعندهم مسائل وعندهم حقوق دارين يعني يلاقوا إمام المسلمين وهو الإمام الأعظم أبو بكر الصديق. فكانت بر المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها. جاء عادي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ثم جاء عهد معاوية رضي الله عنه، ثم يزيد بن معاوية رضي الله عنه، ثم معاوية بن يزيد، ثم يزيد ابن معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، ثم جاء عهد مروان. ديل كم خليفة؟ ديل أكثر من من عشرة، فهمت؟ مروان جاء ابن عبد الملك ابن مروان، فهمت؟ بعديك جاء الوليد ابن عبد الملك، ده نمرة كم؟ تقدر تحفظ ذيل يا حميدة؟ فهمت ولا أجيب لك محايا؟ فالوليد الأخير ده بعد أكثر من ثمانية من الخلفاء قال دار يزيد المسجد، فقام دخل غرفة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام بدليل انت قاعد ساكت. أبو بكر الصديق قال لهم وإنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء إنما ندفن حيث قبضنا، يعني إذا قبض نبي من الأنبياء محل القبط فوق ده يعني يبعد النبي ويحفروه ويدفن فيه النبي. عشان كده لما سمعوا الحديث
قالوا إنك عندنا لست بمتهم. صحابة قالوا لو نحن عارفين قدرك يا أبو بكر الصديق، كلامك أنت عندنا زول ثقة، تبا زول شيخ الحمامات، تزول ثقة، فهمت؟ فقاموا طوالي خطوا خطا، يعني عملوا شكل القبر في 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 فراش النبي عليه الصلاة والسلام. ثم احتملوا العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجموعة من آل البيت من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعوه بعيدا، ثم حفروا موضع السرير الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ طيب واحد يقول لك عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام دفن، أنا ما دار أناقشك بالشبهات، ده ما جاء ساكت، هو اشتغل ما نفع، جاب البريطانية وأظنها بتتعلم لها في كورس أصل الإنجليزي ده وفهمه، باقي لك حميدة، باقي لك الناس القاعدين لحميدة فاهمين الإنجليزي ده بيقول في شنو؟ ده مسكين ساكت دار يغشهم، والسودانيين طبعا مما تجيهم بلغة غريبة، فهمت؟ طوالي بيجوك جاري يقول لك يا سلام، بالله شوف عالم وبقول لهم مستر هومفر ومحمد عبد الوهاب، وطيب دي بتتكلم في شنو؟ البريطانية دي بتتكلم بها لغة يا بليد يا حميدة، عشان تعرفوا زول جاهل، فهمت؟ إذا قلت لي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ديل في إشارة من حديث أبي موسى، في إشارة، والإشارة دي طبعا معمول بها في أصول الفقه، وده زول دلوكة ساهل، صلاتك دي تنفع دلوكة بس، فهمت؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديث في البخاري ومسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان على حائط، تعرف الحائط يا حميدة؟ حيطة تقع فيه، الحائط المقصود به البستان يعني الحديقة. قال فقال أبو موسى لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر اليوم، قال أنا حاقعد هنا وأكون بواب النبي عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ وقف في الباب بتاع البستان، قال فجاء أبو بكر فاستأذن، قلت على رسلك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستأذنت له، قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام على البئر، في بئر جوا الجنينة، النبي صلى الله عليه وسلم دل رجليه داخل البئر، فجاء أبو بكر وجلس عن يمينه، قال فلم نلبث إلا قليلا حتى جاء عمر يستأذن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له وبشره بالجنة، فجاء فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر على شمال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم لم نلبث إلا قليلا فجاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فهمت الحاصل؟ قال فدخل عثمان رضي الله عنه فلم يجد على جنب النبي صلى الله عليه وسلم مكانا، فجلس في الاتجاه المقابل، قال راوي من رواة الحديث قال فأولتها قبورهم، قبر أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ يمينه، وقبر عمر رضي الله عنه شماله. يا حماده انت فاهم الموضوع ده؟ ده حديث تبليد ولا شنو؟ وعثمان بن عفان مدفون وين؟ مدفون مع بقية الصحابة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، ده الشاهد من الحديث، كلهم دفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في العهد ده كله، أكثر من 60 سنة أو 70 سنة ما كانت حجرة عائشة داخل المسجد النبوي. لما جاء الوليد ابن عبد الملك ابن مروان كويس ومسك الخلافة بعد كثير من الخلفاء، قال دار يدخل الحجرة في المسجد من باب زيادة وتوسعة المسجد النبوي. العلماء بتاعنا التابعين قالوا لو ما تعمل كده، لأنه هذا الأمر ما بيجوز وكذا، وهو الخليفة طبعا السلطان عنده، ومنهج السلف إنك تنصح الحاكم لكن شنو؟ لكن ما تخرج عليه. فقال لهم أنا بدخله في المسجد، دخلوا في المسجد
فكانت هي الفتنة، فليس هذا رأي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو رأي علماء التابعين، بل رأيهم على خلاف ما فعل الوليد بن عبد الملك. تفهم الكلام ده عشان تقدر ترد على هذه الشبهة. يجيك حميدة كويس، انت الآن عامل لي قبة حمد النيل جوا المغابر، دار توسع شنو انت؟ سؤال، دار توسع الفونية بتاعتك ولا شنو؟ دار توسع شنو؟ كويس، بجاي تلقاهم في البادراب علي زرقاب، على الجماعة بتاعين العيلفون والبدر غيرهم، عاملين لهم قباب ليه؟ فهمت؟ هل انتوا اولياء اكتر من الصحابة؟ ما اكتر من الصحابة، ليه انتوا يدفنوكم هناك؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام روت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحاديث كثيرة جدا في النهي عن البناء على القبور. ها؟ عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي لفظ آخر من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذاك أبرز قبره، قالت: ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. عرفت؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي، ده من التابعين، علي بن أبي طالب رسله قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته. والله يا حميدة، رب سبحانه وتعالى لو ودانا في البلد دي شد نص ساعة بس، القبب دي نبقيها زي صلعتك، والله نبقيها زي صلعتك، نظيفة لو نزلت فيها مطرة تجي واقعة، فهمت؟ نبقي لك البلد دي كلها واحد. أي مسجد فوقه قبر، إذا المسجد بني أولا بنقلع القبر، وإذا القبر أول بنهدم المسجد، فهمت الحاصل؟ بنجينا كلهم برعي وودرية ورجال العيلفون كلهم، لكن ده ما هسي، ده لما نحن نبقى ماسكين البلد، فهمت؟ وكده. أما نحن الآن مع حكام بنتكلم، والحمد لله كلامنا ده غايز ناس حميدة، كل ما تتكلم حميدة تلقاه يكورك. أوه بيكورك ليه؟ لأنه انقطعت منه الميرة، ما ده الدكان بتاعه النقاطة. أنت لما تتكلم واحد من الجماعة اللي كان قاعدين معاه يعرف إنه ده الحق وإنه حميدة كذاب، ده بيمرق منه كده نقص 5000، تاني يوم في 3 بيمرقوا 20000، تاني يوم 15 مرقوا أضرب في 5 75000 زائد 20 الجبال بقت 95000. حميدة كل يوم كيس الخضار نازل نص كيلو، الطماطم بتاعته نزلت، السكر بتاعه نزل، عشان كده حميدة رمضان الفات بقى يشحت في العصير. والله لسه، والله لا قدام العمة تشحد اللي بتغطي بها صلاتك، العمة تشحدها. ليه؟ لأنك أنت زول بتعارض الدين ودار تلعب على المسلمين وشغال تبرك لزول ميت البرعي، فهمت؟ خايف إنك يعني تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتتوجه إلى الله عز وجل، ودائر أنت تشارك ربنا سبحانه وتعالى بشيخك البرعي. والله البرعي ده ما ورطك ما يعمل لك حاجة، ما عنده أي حاجة البرعي. ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. البرعي ما عنده حاجة، ما تسمع القصائد بتاعته القصائد اللي هنا يجي يقول لك: الأولياء منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، كذاب يا البرعي وكذاب النشر ليك وأكذب منكم حميدة، فهمت؟ ما عندكم أي حاجة مع ربنا سبحانه وتعالى، ما بتقدروا تسووا في الكون، كون ربنا ما بتقدروا بيسووا فيه حاجة، فهمت يا حميدة؟ ولذلك نحن لا نزال ما بقيت فينا روح نتكلم في البرعي، نتكلم في ود بدر،
نتكلم في حميدة، نتكلم في كل أئمة الضلال، فهمت؟ لأنه ده دين ربنا سبحانه وتعالى، لازم نكشفك للرأي العام، فهمت؟ ولسه أنت ما شفت حاجة، لسه ما شفت حاجة. إن شاء الله الأسبوع الجاي الدورة أجلناها، لكن إن شاء الله الأسبوع الجاي هتكون دورة في كشف أباطيل الصوفية، فهمت؟ كل ما تجي تقول يا أخوان ما أتكلم في البرعي، يجيبوا لك 70 دليل في جواز الكلام ووجوب الكلام في البرعي وتحذير المسلمين منه، تجي تلقى شفاعنا الصغار في الروضة، فهمت؟ هسي نحن لسه في شفاع لسه ما خشوا الروضة، ده لسه بنعلمهم الكلام. أول كلمة بنعلمها له الله في السماء، وغير الله ما أفضل عنده حاجة. لما نيجي خاشي الروضة بنقول له البرعي مشرك كذاب ضال، فهمت الحاصل؟ عشان يخش الروضة يقوم يشتغل في الشباب المعاوة، فهمت؟ يدي داك سندويش ويوريه الحاصل. الموضوع ده ماشي الحمد لله، ماشي لقدام والله. الأمة دي بقت تعرف يوميا، الأمة الإسلامية الناس بقت تتحرر من الصوفية، وتتحرر من الشرك، وتتحرر من الضلالات، وتتحرر من الطرق، وتتحرر من الشيوخ الباقي لهم أرباب، باقي لهم شوكة حوت، واقفين لهم قطاع طرق عشان الناس يخشوا جنة الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشرك بالله فقد حرم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المرة الجاية يا حميدة أمشي جيب المرة المسجلة شريط دي، جيب عديل خلاها تتفنس لك هنا وتتكلم، والله ما تعمل أي حاجة. طيب قال هل خالد عبد اللطيف من أهل السنة والجماعة؟ يا زول ده عنده إشكالية في مسألة التشريع العام. التشريع العام طبعا دي هي المسألة الوحيدة اللي بيجوا يلبسوا بيها السرورية على السلفيين وعلى المجتمع. يقول لك طبعا التفصيل بتاع أثر ابن عباس إنه ومن لم يحكم بمنظر الله هو كفر دون كفر، صح. إنه الحاكم إلا إذا استحل، صح. لكن يقول لك في مسألة جديدة، الحاكم إذا جاب شريعة وألزم بها الناس ده طوالي كافر، كافر طوالي، وعلى كيفك تزول بريد ولا شنو. فخالد عبد اللطيف عنده مشكلة في المسألة دي، فهمت؟ بيقرر عنده ملتقى اسمه ملتقى الحاكمية والتشريع، قاعد في اليوتيوب، قدموا رئيس المجلس العلمي الهواري كده. قبل ما نواصل في دكتور خالد، أنصار السنة من باب الشيء بالشيء يذكر باعوا الشغلانية. الهواري عامل له محاضرة اسمها موانع الحمل، يا زول موانع الحمل ولا موانع بصلعة؟ ده بصلعة ده البوري والشرك منه، فهمت؟ ده دار موانع الحمل، ده تاني كان غزوله ويا حي موضوع انت هذا، ده ما دار موانع الحمل. الليلة الأمة بقت فيها شرك بالله، ها شرك بالله في التلفزيون وفي غيره، فهمت؟ وفي الإذاعات، أنت الليلة دار تجي تتكلم لي عن موانع الحمل. الميم الهواري ده الشغال موانع الحمل ده البدافع برضو عن سيد غطب. قال لا ما نقول يا أخواننا إنه سيد غطب المجرم الأخ المسلم سب نبي الله موسى، كتاب يبيعوه في الدار السودانية للكتب، قال لي ناخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج، بدافع برضو عنه آدم الشين. الهواري آدم الشين طبعا أخو مسلم، الهواري العامل فوق أنصار سنة وعامل فوق سلفي، قال يا أخواننا قد تكون هذه الكلمة بلغة قومه ليست سبا. وانت سيد غطب في التصوير الفني كان قاعد يقول يا لهوي، عشان تقول لي بلغة قومي يا زول. الشيخ ابن عثيمين قال لك عصبي دي ده من الغيبة في كتاب الصيام. الميم الهواري عمل له برنامج فاشل سماه منتدى الحاكمية والتشريع، جاء عقب عليه دكتور خالد وعقب عليه عثمان الحبوب، وديل الاثنين عندهم إشكالية في هذه المسألة، فهمت الحاصل؟ فديل ما من أهل السنة والجماعة والسلفيين عندك سألوه من سيد قطب أو عبد الحي يوسف، سألوه من عبد الحي يوسف، قال له رأيك شنو في عبد الحي يوسف؟ طوالي قفل التلفون، أنت خايف من شنو يا دكتور؟ عبد الحي يوسف ماله بسوي لك شنو؟ فهمت؟ غشوا الشباب وغشوا أتباعهم، فهمت؟ لغاية ما كثير منهم بيجوا يلحقوا في التكفيرين والسروريين وإلى الله المشتكى. طيب قال إذا كان شخص رسل رصيد عن طريق الخطأ هل يكون ذلك؟ إذا لم يرجعوا رجعوا له، والدليل شنو؟
هل إذا لم يرجع حلال ولا حرام؟ ده ما مالك، ده ما مالك. يعني أنت لو فاتح باب البيت بمثل بسيط، جارك عنده غنماية خشت في بيتك وقمت قفلت الباب، تقول يا أخوانا حلال ولا حرام؟ الدليل شنو؟ يا زول ده المال حقك؟ ده ما حقك، المال ما حقك. ولذلك ترجع لزول، ربنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دي حاجة جاتك في أنت حق ما حقك، ترجع الحقوق إلى أهلها قبل أن، وده يدخل في أكل أموال الناس بالباطل. وفي تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتيني أحد يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تيعر، شاة تيعر معناها غنماية بتكورك، فهمت؟ فيقول يا رسول الله أغثني يوم القيامة، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أجبتك أو قد أخبرتك، فهمت؟ فالشاهد من الكلام، ما تأخذ، ما تشيل رصيد غير رصيد، يعني عشان بقى بالموبايل بقى حلال يعني الحل لشنو؟ عشان انت شحن البطارية؟ فده يا أخواننا كلام باطل يا أخي، انت ده حرام. طيب، قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ما معنى الأحبار والرهبان وكيف الصد عن سبيل الله؟ الأحبار والرهبان، الحبر بعض العلماء قالوا هم العلماء، والرهبان هم العباد، وديل ربنا سبحانه وتعالى قال لك أصناف منهم كتار جدا بيأكلوا أموال الناس. لأنه العالم أنت بتعتقد إنه زول بيتقي الله وبيخاف الله، بتقول الزول ده طبعا ما ممكن يأكل مالي بالباطل، يجي يقول لك أخواننا إن شاء الله المولد جاي والمولد جايز، فتدفعوا قروشنا عشان نعمل المولد زي اللي بيعملوا البليد ده، يقوم يجيب لكم فتة بلحم بتاع حمير ولا حاجة، انت تورطك ب7000 ويقوم ب5 مليون، فهمت؟ ده بخش في معنى الآية طوالي. أو يكتب لك حجاب، يقول لك الحجاب ما فيه حاجة طبعا، لأنه عنده 70 حجاب، وكمان مع مكانات التصوير ما بتكلفوا حاجة، يقوم بيرسم الحجاب كويس والباقي بيجره بس بالمكنة، فهمت؟ يجر لك 1000 نسخة، يقول لك والله طبعا أنا جايكم من وين، وأبويا الشيخ حلمني قال لي تجي تبيعه في سوق ستة، والحجاب ده إن شاء الله ما بتمشي فيك السكين، ما بمشي فيك السلاح، وما في حرامي بيسرق منك حاجة وكده، وأول حرامي سرقت، فهمت؟ وأول حرامي سرقت. فديل لما يأكلوا باسم الدين بيكونوا عارض وعايق للناس عن أن يهتدوا للحق، لأن الناس إذا عرفوا الحق ما استمعوا إلى كلامهم وإلى باطلهم وتدجيلهم، فبيبقوا يصدوا الناس بشبهات، يقول لهم ما تمشوا والحجبات ما فيها حاجة، والناس زي الوهابية وخامسية وكده، ما تسمعوا كلامهم. الكلام ده انت قالوا ليه؟ لأنه بينقطع منه النعنة، الأكل بينقطع منه مسكين، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طيب، طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال حزب التحرير يدعو أمريكا للقضاء على الإسلام. أنا شفت الإعلان، هو بيقول لك خطة أمريكا للقضاء على الإسلام، وسؤال كده، لكن حزب التحرير ده حزب فارغ وفاشل. حزب التحرير أفكاره زي أفكار الترابي، رئيسه اسمه تقي الدين النبهاني، ده فلسطيني ولا سوري، فهمت؟ سوري من أصل فلسطيني، بيقول لا يؤخذ بأخبار الأحد، ما بيؤمن بعذاب القبر كلهم، عرفتها؟ وبيقولوا يجوز أن يقع الداعية في صغار المعاصي من أجل مصلحة الدعوة. يعني ممكن تكون أنت التحالف للعمار الممتاز قاعد في جيبك وانت داعية الى الله، ما في حاجة، فهمت؟ ده حزب التحرير قال عندهم بيان، قالوا فيه ويجوز القبلة في الدعوة الى الله، عشان تدعو النسوان لازم تجيهم بهواهم، وده اللي بيعمل لنا حميدة، تجي تديها قبلة، فهمت؟ تقول لها موح يدخش في الإسلام يا زول، والله ده الشغل اللي بيعمله ناس حزب التحرير،
وده كلام ما نجرناه نحن، انتقدوا عليهم حتى الأخوان المسلمين. طبعا ناس أبوك الشيخ ما عندهم كده، ناس أبوك الشيخ بقول لك نحن طبعا بنعالج وبندي الجنة. انت المبروك رجل المرأة، اي انت هاك البلحات ديل، واحدة أجع في بوركينا فاسو والثانية أجع في نادي الهلال، وخلي مرتك هنا إن شاء الله الشيخ ببركها ويرجع لك يا زول. يقلم بك تلقى الشيخ برك لك، بعد شيء تجي تلقى الأوتوميزرات بتاعته ما شغالة، تغير لها مسطرة، فهمت؟ وبعد تبقى في موضوع طويل جدا. عشان كده أنت ما تكون بليد. ناس حميدة بغشوك في كتاب البدر قال وإن رأيته، والله والله أخواننا الكلام مكتوب تقريبا صفحة 41 ولا حاجة، قال وإن رأيت الشيخ يفعل الأفعال القباح، يعني أنت تكون مباح حميدة تشوفه بيغبل في النساء ما تزن. قال وإن رأيته يأتي البهائم، يعني يزني بالبهائم، قال فلا تعترض فإنما يحصل للنخل اللقاح. يقول لك في الظاهر ده حميدة بيزني بالبهائم، لكن في الباطن حميدة طالع له في نخلة عشان يجيب لك بلح بالتمودة. يا ناس نفس الشبكة بتاعت حزب التحرير والصوفية كلهم دعاة بتاع ضلال ودعاة بتاع فسق وباطل، عشان كده ما تنتمي لأي جماعة، لا أنصار سنة لا ترجي تونسي، كلهم عفن وكلهم عوالق، ما بيدعو للدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تجد باري الشلال ديل شلال بتاعت مختار بدري ومين بيجاي قاعد، كلهم متكلين، والصوفية شغالين نشر للباطل ونشر للبدع والضلالات، وديل قاعدين يمسكوا لي في كلام فارق. واو الحلبي طار والحلبي ركة وشيخنا الحلبي واو الخلفاء الأربعة صلوا عليه. يا زول الحلبي بتاع عشان انت موهوم، وكمان في مجموعة تانية بتكون موهومة شغولها كله ان الحلبي هذا مبتدع. طيب المعلومة البعدية شنو؟ محمد منتصر كيف؟ فهمت؟ فعشان كده اخواننا الناس تحذر من هذه المناهج وهذه الجماعات، كلها جماعات منحرفة مخالفة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واوعى يغشوك يقول لك كن مع الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة صح، لكن المقصود بالجماعة المقصود بها جماعة المسلمين، فهمت؟ ومن كان على الحق، عشان ما يدخلك سيقول لك يد الله مع الجماعة، خش معانا في حزب التحرير، لا ما تخش معاهم، خليك قول لهم أنا بصلي وبصوم، أنا إحنا ذاتنا ما تابعين لجماعات، كنا أنصار سنة وقمنا فكينا العقد بتاعنا، فهمت؟ مرقنا منهم، والله أوعك تباري جماعة، أنت كده ممتاز جدا، مش موحد وبتكره حميدة والصوفية وعقيدتك في الله براو وما بتعرف إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت ممتاز، أنت أحسن مسلم في السودان، أنت الفاهم ذاته. أما المباري لو جماعة ذول مسكين الله يهديه. السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله يوم الثلاث حلت كوكو إن شاء الله، الناس تنصر التوحيد إن شاء الله. الحلقة دي بقت غصة للصوفية في حلوقهم، قالوا النازل داعش ووقفهم، لكن إن شاء الله الحلقة مستمرة بإذن الله، الناس تجي هناك إن شاء الله.